وبينضم لنا عبر الهاتف اللي هو علي درويش رئيس هيئه استاد القاهره. مساء الفل على حضرتك. مساء الخير، اهلا، ازيك يا شيماء، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك، اكيد منورنا في قناه النادي الاهلي وفي كلام في الميديا، واكيد طبعا حابين ان احنا نطمن من حضرتك على اخر استعدادات استاد القاهره، الاستاد الاكبر هنا في مصر لاستضافه امم افريقيا 2019. يعني عايز اقول لك ان احنا طبعا من ساعة ما بلغنا او مصر تولت تنظيم كأس الأمم الأفريقية وبعد زيارة السيد رئيس الوزراء مباشرة بدأنا الشغل. والشغل ماشي هنا 24 ساعة، شغالين في تقريبا في تجديد كل حاجة في الاستاد من اول المدخل والواجهات الى غرفة خلع الملابس بتاعة اللعيبة، وكلها طبقا لشروط الفيفا. صحيح. وبعد زياره طبعا الوفد الافريقي وبعد زياره اتحاد الكوره، واحنا شغالين والحمد لله على قدم الوثاق، والشغل 24 ساعه. ومن خلال حضرتك والقناه المميزه قناه الاهلي انا بطمن الناس، استاد القاهره هو الاستاد الاكبر وفي الشرق الاوسط مش في مصر. ان شاء الله في افتتاح كاس الامم الافريقيه هتكون مجموعه مصر عندنا. الاستاد هيبقى مفاجأة لكل محبي استاد الكورة. أنا عارف إن استاد القاهرة له طابع خاص على قلب كل محبي. أكيد طبعا، وبعدين الناس وحشهم الاستاد، بقاله كتير جدا مش موجود. ما هو بقاله كتير جدا مش موجود، بس كله هينسى الفترة اللي هي كتير جدا وهي مش كتير قوي، هو السيزون ده بس، لما يشوفوا الاستاد إن شاء الله بكل حاجة جديدة فيه. استاد الرعب، استاد القاهرة. عايز أسأل حضرتك طبعا على حاجة مهمة جدا، الناس كلها بتتساءل هل استاد القاهرة هيستضيف المباراة الافتتاحية ومباراة الختام فقط، ولا هيستضيف كل مباريات المنتخب الوطني الأول؟ لا طبعا هيستضيف كل مباراة المنتخب القومي بعد الافتتاح طبعا إن شاء الله. هيبقى مجموعة مصر في استاد القاهرة، وإن شاء الله نستعيد ذاكرة 2006، وإن شاء الله ربنا يوفق الفريق القومي بتاعنا. وكمان ان شاء الله هيكون التصفيات عندنا اعتبارا من الدور الثمانية باذن الله. بشكرك حتى الفاينل باذن الله. بشكرك جدا سياده اللواء علي درويش رئيس هيئه استاد القاهره.